مصر النهاردة بنحلم لبكرة. مساء الخير واهلا بحضراتكم مره اخرى. معانا الفائز النهارده الاستاذ عبد الله السيد عبد الله، جاي من المنيا. جاي من المنيا مباشره على التلفزيون؟ مباشره. طيب يا سيدي، انت كان السؤال بتاعك من هو مخترع التلسكوب، فانت اخترت جاليليو. طبعا. الاجابه غلط. لا، اجابه صحيحه. صح. مبروك الجايزه. الله يبارك فيك. الف مبروك. شغل ايه يا عبد الله؟ اشتغل في الارض، مزارع. مزارع؟ ارض ملكك ولا مأجرها؟ يعني ما هنا وهنا. والارض الارض الزراعيه بتجيب فلوس دلوقتي؟ الحمد لله. ما ماشي ماشي الحال. ماشي الحال. انت بتزرع ايه؟ قمح، ذره. أيوة. ذره؟ واضح انك بتاكل ذره ولا بتجيب؟ لا. ما عندك اولاد؟ حسام. بس؟ وفي واحد تاني جه في السن. طيب يلا ربنا يرزقك ان شاء الله. خليك استاذ. طيب. هتتفرج، انت بتتفرج على مهلبيه في البرنامج؟ انا بتفرج على البرنامج ولا بتاكل مهلبيه بس؟ طب اتفرج على مهلبيه معانا. ماشي يا استاذ. يلا.